أكد وكيل وزير السياحة والأثار العراقي قيس حسين أن إسرائيل ضالعة في تخريب المواقع الأثرية العراقية. وأشار حسين في حديث للميادين أن وزارة الأثار العراقية لديها ما يكفي من الوثائق التي تثبت أن هذه الأثار تباع في إسرائيل، وأنها أصبحت مكانا لتجميع القطع الأثرية العراقية المسروقة. نحن نعتقد بأن آثارنا ذهبت إلى إسرائيل. إسرائيل لها يد طولة في موضوع تخريب المواقع الأثرية ونسخها. لدينا ما يثبت بأن هذه الآثار قد بيعت وخرجت من الحدود العراقية وذهبت إلى إسرائيل. إسرائيل تعتبر الآن مكانا لتجميع القطع الأثرية العراقية.